السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الزول في اللون، مرحبا اسوان. اليوم جبت لكم وصفه ولا طريقه هايله في تحضير الشليط عاديه ولا الحميص اللي ما يخطاش الطاوله تاعنا، سواء في رمضان ولا في الايامات العاديه. نحبوه بزاف بزاف مع الكسره ولا خبز فطر، يعني تجي ما شاء الله. هنا حنديروه واحد الطريقه صحيه، يعني حنهنيكم هذاك الوقف. كما تعرفوا بلي هذا الحميص حنديروه جينيرالمون نديروه على حليه ولا طاجين نشويوه، يا دو بريفيرونس ما تشويوهش على النار كما يديروا بكري. هذيك الطريقه مش صحيه، مش صحيحه، يعني هذيك الطريقه على بصغ بهاد المكونات ولا هاد الفلفل وراح يشرب لكم ولا هذيك ريحه تاع الغاز تدخل. دو بريفيرونس ديروه فوق طاجين ولا حليه ولا مقلات خير. الا ما كانش كاع ديروه في الفرن، ثاني الفرن في بعض الاحيان باش نشعلوه برك باش نديرو فلفل ولا نوتيليزيوه باش نطيبو الحميص هذا. كي يكون نشعلوه نديرو ان كغاتا ولا نديرو نشويو دجاجه ولا نحطو معاه الحميص باش برك كيما يقولوا نقتصدو شويه. وهنا جبت لكم طريقه يعني ولا اروع، انا ما نقلوه ما نديروه في الفرن، يعني هنا غير في طنجره ولا كوكوت هنيكم يجي هايل يجي بنين. كما شفتوني هنايا انا جبت كميه، انا وريت لكم برك وشنو انا درت، كميه كبيره درتها في الكوكوت وجاتني فكره قلت معليش نقسمها معكم ولا نبارطاجيها معكم، ودرت كميه في الطنجره، يعني غير في الطنجره تقدروا ديروا كي يكون عندكم كميه صغيره. كي تكون كميه كبيره ديروا في ان كوكوت، ان كوكوت تكون فيت يعني فيت في توجدوه، يعني في 15 دقيقه يكون واجد معكم الحميص حتى 20 دقيقه. بصح في الطنجره يعني ياخذ شويه وقت وشنو ما تحركوه ما والو. راكم تشوفوا هنايا انا جبت حبيبات فلفل غسلتهم بيان، مسحتهم، زدت عليهم كميه تاع الطماطم اللي تكون يعني حابه ديروها، ثلاث حبات صغار ولا جوج حبات كبار. هذا واش درت، غسلت كلش وزدت عليهم تنين فصوص تاع الثوم. هنا انا كانوا شويه كبار وطنيتها كانت صغيره قطعتهم على زوج. كي تقطعوهم وتقطعوهم على نص راح تعاونكم هذه الطريقه في الطياب، يطيبوا خير ملي تخلوهم هكذاك حبيبات كاملين. نحطوهم في الطنجره، وشنو هاد الطنجره لازم تكون شويه خشينه باش كي تحطوه ما يتلصقش معاكم، يطيب على خرطو ابتي فو. هنايا انا حطيت الفلفل، سبقت في الفلفل، زدت عليه الطماطم وزدت عليه سنين ثلاثه فصوص تاع الثوم. خلوهم كاملين هكذايا باسكو حيدبالوا مع الوقت مع كامل الطياب. فوالا هاك نوري لكم كيفاش حطيت كلش، هذه كميه صغيره ويعطيكم ما شاء الله يعني. وانتم اللي حبيتوا تضاعفوا الكميه قلت لهم دو بريفيرونس ديروه في ان كوكوت. انا عندي كوكوت كبيره دونك ما حبيتش ندير فيها، درت كميه صغيره. ما من الناس اللي ما عندهاش لا كوكوت دير في الطنجره هكذا يجي هايل. انا استخدمت انا زيت الزيتون، انا خديت حوالي 4 ل5 ملاعق تاع زيت الزيتون. هي دو بريفيرونس ديروا زيت الزيتون باسكو هذا الزيت حيبقى في الفلفل وحن كيما يقولوا نقطعوه ديريكتومون في هذاك الزيت يتنكل. هي الا عندكم زيت الزيتون حاولوا تخدموا به، افضل يكون صحي. انا ما تخافوش مش حنقليوها، يعني حنديروا النار ديالنا تكون هاديه، يعني كي تكون هاديه ما تخافوش ما يتحرقش معكم هذاك الزيت. كما قلت هنايا قلت لكم هنا النار تكون متوسطه الهاديه، نخليوه يطيب ابتي فو، ما تحقوش نزيدوا له الماء. يعني هاد الخضروات راكم تعرفوا هاد الفلفل راه خشين شويه فيه الماء وراح يطلق الماء ديالو، الطماطم نفس الشيء يعني حيطيب غير في الماء ديالو. انا هنايا ما زدتش ما درتش الملح، ومن بعد كي تخلو شويه طياب درت له الملح فوالا وغطيت عليه، درت غير شويه ملح ما تكثرش. وهنايا الا شفتوا الطماطم هذه بدات طيب ولا طابت قبل يعني قبل الفلفل نحيوها باش ما تحرحش كليا فوالا. وهنايا بعد ما جات عليه 15 دقيقه ل 20 دقيقه قلت لكم حركته غير خطره باش يطيب الجهه الثانيه. وفي لاكوكوت يعني ما تحقوش تحركوه، نحيتو هاولي كيفاش كلشي طايب. انا حبيت تنحو القشره نحوها، يعني ساهل تجيكم سهله الا كانت رقيقه كيما هذا الفلفل ديالي ما عندوش قشره، القشره ديالو رقيقه ما تبانش كاع. خليتها يعني هنا يعني الاهم تغسلوا الفلفل ديالكم في البدايه. كيما الا عندكم هذيك الاداه عفوا اللي وريتها لكم يعني سهل عليكم، الا ما عندكمش خدموا غير هكا موس وفرشيطه هكذا ساهله، يعني حاجه سهله نقطعوهم غير هكذا في الطبسي ولا في سوغين بلونش. فوالا نقطعوا الفلفل ومن بعد نزيدوا الطماطم. راكم شفتوا هذيك الثوم يعني حالت كليا يعني طابت ودبلت للداخل. وشنو انا باش نزيد النكهه يعني توجور في هذا الحميص نحب الثوم يكون خضر، يعني ريحه الثوم يكون خضر شويه. زيدوا سنينه ثوم تكون صغيره
الى عندكم نتوما بيان سور هنا فلفل الوان، فلفل حمار وفلفل صفر، زيدوه كيما تقدروا تزيدوا شويه فلفل يكون حار باش نعطوا له البنه لهاد الحميص ولا هاد السليطه. اللي عنده اطفال بيان سور كيما انا يفيتي ما يديرش. وفي الاخير انا زينته بشويه زيت الزيتون، لازم هاد الاضافه تاع زيت الزيتون، وزينته بشويه زيتون خضر. الى عندكم زيتون اسود يكون افضل باش نوعوا في الالوان. هذه هي التطبيره تاع اليوم اللي قلت لكم حمص ولا اروع، يجي بنين يعني. اكيد تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. الى عندكم ان كونتيتي كبيره ديروه في عفوا في كوكوت، ديروه بعد ما تكملوا ديروه في دوبوات يعني يكونوا مغلوقين، ديروهم في الثلاجه الفوقه برك، حطوا عليهم شويه زيت الزيتون. كل ما تسحقوا تنحوا علبه، وكي تكملوا الاولى تحطوا الثانيه، يعني ما يخسر ما يتحرك ما والو. وشنو شبعوه شويه زيت الزيتون. هذه هي التطبيره تاع اليوم اللي كانت حميص الكوكوت ولا حميص الطنجره. راح يهنيكم الوقف هذاك بزاف قدام الفرن، وتاني ما تشعلوش الفرن ديالكم على غير حميص باش ديروا حميص باش تقطاصوا بيان سور. واش نقول لكم، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه هذه، وما تنساونيش بلو لايك لو بارطاج اللي تعاون فائده، واللي مازال ما اشتركوش نقول لكم الف مرحبا، نقول لكم تهلاو في روحكم، الى الملتقى، سلام.